السلام عليكم ورحمة الله، معاكم المهندس سلام رضا وحلقة جديدة من سلسلة البامبس. في الحلقة ديت هنتكلم إن شاء الله على الديناميك هيد بامبس. سبق وقسمنا شباب أنواع البامبس لنوعين أساسيين، الديناميك هيد بامبس والبوزيتيف ديسبيسمنت بامبس. والنهاردة إن شاء الله هنبدأ مع أول نوع اللي هو الديناميك هيد بامبس، وهنشوف الكونستراكشن للنوعين الأساسيين اللي فيها السنتريفيجال بامب والأكسيال فلو بامب. لو بدأنا كده مع السنتريفيجال بامب، فنلاقي إن هي عبارة عن تو ديسكس، قرصين. القرصين دول مربوطين مع بعض بمجموعه ريش. المجموعه ديت بتتركب جوه علبه مليانه سائل عايزين نضخه. المجموعه بتوصل بشافت بيلف. الشافت لما هيبدا يلف هيولد سنتريفيجال فورس على السائل، هتطرد السائل من المركز للاطراف، بالتالي المركز هيكون فاضي وبالتالي ضغطه هيقل ويعمل ساكشن او فاكيوم، يسحب كمية سائل جديدة من المركز. طيب بالنسبة للكمية اللي اتطردت على الأطراف، الكمية ديت اتطردت بتأثير السنتريفيجال فورس وبالتالي ضغطها ارتفع، فنروح جايين عاملين لها فتحة وبنوصلها بماسورة الطرد بتاعت الترومبة اللي هتخرج السريان المضغوط من الترومبة. بنسمي التو ديسكس دولت شراودز، بنسمي الريش فينز، بنسمي مجموعة الريش والشراودز امبيلر، وبنسمي العلبة الخارجية كيسنج. بالإضافة لكده هنسمي فتحة الدخول ماسورة الدخول ساكشن نوزل، والخروج ديتشارج نوزل. بالإضافة للأجزاء اللي احنا شرحناها، بيكون محتاجين عازل زي التيفلون يمنع تسريب السائل ما بين الشافت اللي بيلف والكيسنج الثابت. العازل ده بنسميه بالانجليزي سيلز. بالاضافه لكده هنكون محتاجين بيرنج بحيث ان هو يشيل الشافت والامبيلر اللي عليه. التصميم اللي قدامنا هو اول تصميم للسنتريفيجال بامب، وكانت كفاءته قليله لا تتجاوز 25%. مع الوقت اتطورت تصميم السنتريفيجال بامب لحد ما وصلت للشكل اللي احنا بنشوفه قدامنا اليومين دول. ادي السنتريفيجال بامب اهيت، ادي الامبيلر بتاعها اهوت متوصل بالشافت، وادي الريش اللي وادي التو شراودز اهمت، وادي ما بينهم الريش. هنلاحظ ان الريش المره دي بقت واخده شكل انسيابي مع السريان بحيث تقلل الفواقد الدواميه اللي كانت بتحصل في التصميم الاول. لو بصينا للسايد فيو هنلاقي شكل الامبيلر بقى عامل بالمنظر ده، وشكل الكيسنج بقى واخد شكل فوليوت كيسنج بالشكل ده. المساحة ما بين الامبيلر وما بين الكيسنج بتزيد على امتداد مسار الفلو. الهدف من كده ان الريش المتلاحقة بتدي كميات زيادة من الفلو، فلازم تقابلها زيادة في المساحة علشان نحافظ على سرعة السريان قليلة، وبالتالي تقلل الاحتكاك اللي كان بيحصل جوه الترومبة. التعديلات اللي اتعملت على السنتريفيجال بامب ارتفعت بكفاءتها من 25% الى فوق 80%. السنتريفيجال بامب هي اكثر انواع الترومبه استخداما، وتاني اكثر المعدات الصناعيه استخداما بعد الالكتريك موتور اللي بيدورها. السنتريفيجال بامب بتستخدم في التطبيقات اللي محتاجه هيد متوسط وسريان متوسط. من امثله التطبيقات الكتيره للسنتريفيجال بامب عمليات ضخ الميه في شبكات الشرب، كمان ترومبات الفاير فايتنج، كذلك طلمبات اللي بتضخ المية للغليات في محطات البخار. ما ننساش أبدا طلمبة مية التبريد اللي في العربية، وما ننساش طلمبات اللي بتضخ البترول ومشتقاته. اللي قدامنا ده فيلم بيوضح فكرة عمل السنتريفيجال بامب. ادي السنتريفيجال بامب اهيت، وادي الساكشن بايب، وادي الديب شارج بايب. الفلو بيدخل لها من المركز زي ما اتفقنا، والامبيلر بيطرده بالسنتريفيجال فورس على الاطراف. الفلو اللي طالع بالسنتريفيجال فورس ديت بيولد ضغط عالي على الاطراف، بنوصل لها ماسوره طرد تسحب السائل اللي خارج لماسوره الطرد بتاع الترومبة. نروح لفيلم تاني بيوري قطع في السنتريفيجال بامب وهي شغاله. ادي برده الساكشن نوزل، وادي الشارج نوزل، وادي الامبيلر، وادي الشافت، وفي ظهر الامبيلر
ما بين الشافت وما بين الكيسنج بيتركب سيل او عازل، هنتكلم عليه لاحقا ان شاء الله، وبيتركب كمان بيرنج عشان تشيل الشافت والامبيلر. دي تصميمات مختلفه للامبيلر، كلها بتأدي نفس الوظيفه لكن بضغوط مختلفه وكميات مختلفه. الفيلم اللي جاي ده فيلم حكايه بيوري لك حته حته ازاي بنفك السنتريفيجال بامب. ادي سنتريفيجال بامب مع الالكتريك موتور بتاعها، وهنبدا نفكها حته حته. اول حاجه هيفك الغطا بتاع الكيسنج، النصين بتوع الكيسنج هيفكهم من بعض. وادي يا عم النص الاولاني، ظهر قدامنا الامبيلر. دي اورينج سيل ما بين النصين بتوع الكيسنج علشان تمنع هروب السائل ما بين الحديد والحديد. دلوقتي بيفك الامبيلر من الشافت اللي كان مربوط في الحاله اللي قدامنا دي بمسمار، وكان ممكن يبقى مربوط بكي. السوستة اللي قدامنا والأجزاء اللي معاها ديت هي السيل اللي بيمنع تسريب السائل ما بين الشافت وما بين الكيسنج. هنتكلم عن ميكانيكال سيل إن شاء الله لاحقا. وهو بيفك النص التاني بتاع الكيسنج. دي الميكانيكال سيل. بقيت أجزاء. ده مجرد كتف كانت ساندة عن الأجزاء. ودي مجرد علبة أو غطا مغطي الشافت اللي بيتحرك. وادي فك الغطا كمان. وده كان مجرد قطعة بتوصل الشافت بتاع الموتور بالامبيلر بتاع البامب. تعال بقى نروح للنوع التاني من الديناميك بامبس اللي هو الاكسيال فلو بامب، او اللي احنا بنسميها ساعات البروبيلر بامب. البروبيلر بامب بنقول والله اذا كان السنتريفيجال بامب بتاخد الفلو من المركز وبتطرده على الاطراف، والفلو خلال الريش بيكون في الاتجاه الراديال، فالاكسيال بامب بتبقى عامله زي مروحه البيت او رفاص السفينه، بتسحب الفلو في الاتجاه الاكسيال وبتطرده برضه في الاتجاه الاكسيال. الاكسيال فلو بامب منها تصميمين اساسيين، تصميم السبميرسيبل بامب او الطرمبه الغطسه، وهنا بيكون موتور الطرمبه متركب في ظهر الامبيلر او المروحه بتاعتها مباشره، والطرمبه بتدفع الفلو في الاتجاه الاكسيال فبيلف من حوالين الموتور بتاعها. التصميم الثاني بنسميه الالبو تايب، وهنا بتتركب الطرمبه على قلبه من الماسوره او كوع وبتدفع الفلو خلاله،
بينما الموتور بيكون موتور خارجي خارج الماسوره نهائيا، وبيلفف الطرمبه من خلال شافت طويل زي اللي قدامنا. اللي قدامنا دوت ده فيلم بيشرح لتصميم النوع الاول السبميرسيبل تايب. تعال نشوف كده. ادي الطرمبه بتاعتنا، مطلوب منها ان هي تسحب الميه من الليفل الواطي ده وتملى بيه الخزان العالي اللي فوق. ادي السبميرسيبل بامب اللي فوق ده كله الموتور بتاعها، واللي تحت بس ده المروحه. في بعض الاحيان بتكون ريشه طرمبه ادجستبل بحيث ان هو يزود يتحكم في كميه السريان. لما تبدا الطرمبه هتلف، هتدفع الميه في ظهرها من حوالين الموتور من الليفل الواطي للليفل العالي. وهذا هو الليفل هيبدا يقل هنا ويعلى هناك لما الطرمبه بدات تشتغل. نروح بقى الفيلم بيوضح فكره النوع الثاني الالبو تايب. Axial pumps move fluid in a straight line. Most axial pumps are located at an elbow in the piping system. A drive shaft extends into the process flow with a propeller attached to the end. When the propeller turns, the blades pull the fluid down the shaft line. الاكسيال فلو بامب بتستخدم مع نتيجه الكونستراكشن بتاعها والبرفورمانس اللي هنشوفه ان شاء الله لاحقا، بتستخدم في التطبيقات اللي محتاجه هيد قليل وكميات كبيره قوي من السريان. زي ايه؟ زي مثلا عمليات ري الاراضي الزراعيه، مش محتاجه هيد لكن محتاجه كميات كبيره. زي مثلا محطات مياه الشرب بيبقى مطلوب طرمبات تدفع الميه من الترع ولحد وتوصلها لحد المحطه، في بحيث ان هي بعد ما تخرج من المحطه تدفعها بقى طرمبات السنتريفجال خلال الشبكه اللي مقاومتها عاليه. كذلك في التطبيقات في محطات الكهرباء، بس المره دي علشان ترفع ميه التبريد من النهر او البحر وتمشيها في مواسير الكوندنسر لحد عشان تبرد الميه السخنه بتاعه المحطه. دي كانت فكره عن الكونستراكشن بتاع الديناميك بامبس. نتمنى ان انتم تكونوا استفدتوا منها، ونشوفكم على خير في الحلقه الجايه ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.